السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي هنعمل المحراب بتاع المسجد ومقدمة المسجد. طيب خلينا في الأول نرسم مثلا مساحة المسجد، وليكن مثلا وول، وهقول له ارسم لي مربع بالشكل دوت. وبعد كده هاجي هنا عايز ارسم المحراب. المحراب ده أساس، بدل ما الإمام يصلي في أول صف وياخد صف كله لوحده، لا هو بيطلع وبنعمل له المحراب كده. أقول له وول، وهقول له أنا عايز أرسم حاجة بالشكل دوت، تمام، على هيئة دايرة بالشكل دوت، تمام. طيب دي هتبقى ارتفاعها قد ايه؟ تعال نشوف في 3D. قول ده مثلا كل دول لحد ايه، ليفل 2. طيب لحد ان كونكت، وخليها مثلا 4 متر. طيب 8 متر على سبيل المثال يعني. ودي هخليها مثلا ايه، قصيرة بشكل دوت، 2 متر 20 معقولة. طيب عايز دلوقتي بقى ارسم القبة اللي هنا، فهقول له تعالى في ليفل 1، وممكن اجي هنا في كومبوننت موديل ان بليس، واقول له انا عايز ارسم وول، اوكي. وبعد كده هقول له ريفولف، وهبدأ ارسم الشكل بتاعي، وليكن مثلا الشكل هوت تي ار، من هنا لهنا ومن هنا لهنا، ونرسم لاين من نص هنا لهنا، واقول له تي ار بالشكل دوت. وبعد كده هقول له اكس لاين اهوت، واقول له موافق، فيبدا يعمل لي القبه زي ما انتم شايفين. هو رسمها لتحت. طيب انا عايز ارسمها فوق، ممكن هو رسمها برضو بشكل كامل، ممكن اقول له مثلا خليها 180، عملها بشكل دوت. طيب عايزين نعكسها، هقول له ده هنا سالب 180 وده صفر، هتتعكس معايا بشكل دوت. طيب ممكن نقول له مثلا احنا عايزينها كوبي، واقول له من هنا لهنا، تطلع معايا فوق. انا خدتها كوبي، فعشان ايه لازم الغي الجزء دوت. طيب بعد كده بقى ممكن اقول له موافق، واجي اعمل سيلكت هنا، وابدا الغي الحاجات الزياده، تمام. خلي بالك هي هنا واخد حته زياده، مش مشكله يعني، هنعوضها دلوقتي. طيب خلينا ناخد الحته دي اتش اتش، ونيجي على الحته ديت، وهقول له ايدي بروفايل، وهقول له انا عايز اخد البروفايل اطرح منه الجزء دوت، اقول له اطرح ديت تي ار من هنا لهنا، موافق بالشكل دوت، تمام كده. انت عملت المكان بتاع الامام اللي هو المحراب. طيب دلوقتي اقول له اظهر لي الناحية التانية، وعايز اعمل بقى هنا زي ايه، زي مدخل للمسجد. وكل الحاجات دي مش اساسية في المسجد، يعني لو المسجد تعمل من غير الحاجات دي مش غلط، تمام. طيب هقول له انا عايز ارسم مثلا حيطة من هنا كده لهنا لهنا لهنا. طيب وعشان من ايه اظبط الشكل، هقول له انا عايز احط ريفرنس بلان، هاجي هنا اللي نظبط الشكل ده مع اللي فوق، مع المنارة اللي فوق، وهقول له انا عايز ارسم ريفرنس بلان من هنا لهنا ومن هنا لهنا. ممكن برضو نعمل باب من هنا لهنا بالشكل دوت، واخده كده كوبي من هنا لهنا. طيب ما نعمل بقى سيكشن ظريف خفيف كده اهوت، جو تو فيو. طيب انا عايز اظهر الحاجه كلها. طيب ده الحته بتاعتي اللي انا عايز اعمل لها الفتحه بتاعتها، فهقول له اديت، واقول له انا عايز ارسم لاين من هنا لهنا ومن هنا لهنا، وعايز ارسم بقى ايه زي شكل قوس كده. دي من الاشكال اللي موجوده كتير في العماره الاسلاميه، اقول له مثلا ارسمه لي بالشكل دوت من هنا لهنا بالشكل دوت،
ممكن ترسمه بشكل قوس كده والناحية التانية تبقى زي بالظبط، أو ممكن تسيبه بالشكل دوت ونلغي الإضافات ديت أهو، وأقول له اقطع. وأعمل بعد كده سيلكت الجزء دوت وأقول له كوبي من هنا لهنا، وأقول له اقطع اللي برضه هنا. أوكي، ونفس الفكرة برضه للبابين اللي في الجنب. وبعد كده تعمل بقى الأرضية بتاعتك، تقول له أنا عايز أعمل فلور تمام، وتعمله بقى لل مثلا من هنا لهنا 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 لهنا. وبعد كده نبدأ بقى ايه نظبط التقطيعات بتاعتنا، يعني هنا مفيش وهنا مفيش، تي ار من هنا لهنا ومن هنا لهنا من هنا لهنا ومن هنا لهنا. وهتلاقي على بيم اريبيا على اليوتيوب شرح ازاي تعمل منارة، ازاي تعمل قبة، ازاي تعمل اغلب العناصر الاسلامية، الزخارف والحاجات ديت. فاشتركوا في القناة عشان تتابعوا معانا الحاجات ديت.